I like some of the key concepts of nuclear reactor physics. هي series of sessions. الغرض منها ان احنا نعمل review وفوكسنج على ال definitions والconcepts في reactor physics اللي بتمثل بداية للnuclear reactor design track في قسم الهندسة النووية جامعة اسكندرية. وهي بيزد بالاساس على التوتوريالز اللي انا اديتها كمعيد في القسم لما كنت بعمل ريفيو على كونسبتس دي قبل ما ادخل في البروبلم سولفنج. والمين تارجت اودينس من السيشنز ديت هم الطلبه اللي في سنه اللي داخلين سنه رابعه بعد ما خلصوا سنه ثالثه بيعملوا ريفيو على 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 الكورس دوت عشان خاطر يقدروا يكملوا في الرياكتور ديزاين تراك. كمان مينلي السكند تايب اوف اودينس هم الطلبه اللي في سنه ثالثه نفسهم لان السيشنز دي بتمثل مرحله انترميديت ما بين الليكشر وبدايه البروبلم سولفنج في التوتوريال. كمان بشكل عام هي تارجت بيها الاودينس اللي عايزين ياخدوا جنرال فيو على الرياكتور ديزاين تراك في الديبارتمنت. طيب من اهم النوتس ان السيشنز ديت لا تغني باي حال من الاحوال عن حضور الليكشر والتوتوريال وقرايه الكتاب. زي ما قلت ان انت محتاج بروفيشنال اكسبلينيشن من البروفيسور في الليكشر ودي بتمثل انترميديت ستيب ما بين الليكشر والتوتوريال. وبعد ما تقرا الكتاب تبقى اولموست جين 100% فروم ذا ريكوايرد انفورميشن. انا اتمنى ان السيريز اوف سيشنز ديت ان انتوا تستفيدوا منها وتعجبكم وشكرا لكم.